بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم طلبه وطالبات ثالثه ثانوي، واتمنى ان انتم تكونوا بخير وتكونوا يعني جدول المراجعه شغال كويس. اتمنى لكم التوفيق النهارده ان شاء الله رب العالمين مع الفيديو رقم 2 في المراجعه. ان شاء الله رب العالمين كنا وقفنا النوبه اللي فاتت على الجمله رقم 62 في لتشوز في مذكره المراجعه. نبدا النهارده من 63، ربنا يوفقنا يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. ثلاثه، يلا يا ريس. ها تسلم يا ريس، ليفز، لان دي معيد ثابته يبقى مضارع بسيط. اربعه، ها ايوه، الاختيار الثاني سربرايز، في تعبير اسمه تو ايفري وان سربرايز او تو ماي سربرايز، يعني لدهشتي، ده كان امر مدهش بالنسبه لي. خمسه، تسلم، سامعك اهو بتقول ار. ايوه طبعا ار، لان بوليس كلمه جمع وياتي بعدها فعل جمع، يبقى ذا بوليس ار تراينج. سته في الملغي. سبعه، تسلم، اتاتش، في اتاتش ذا فايل تو، يعني ارفق هذا الملف معه. 8، ها بينج، تسلم، انا عندي التعبير كانت ستاند لا يطيق زائد اي ان جي. 9 في الملغي. 70، ايوه هاز ترند، تسلم، انا عندي في الاول، خد بالك يا سيدي، انا ان ذا لاست دي بتيجي دايما مع المضارع التام هاف وهاز بي، يعني حتى لو في الاختيارات هنا ترند ما كانتش هتنفع. يعني المضارع البسيط يجي مع لاست مش ان ذا لاست، نفس الفكره برضو في ان ذا لاست برضو هاف هاز بي. 1، ام يوز تو، الاختيار الاول، اشمعنى يا مستر ام دي؟ بص على بعد القوس عندك هتلاقي ده ويزر، ده ناون اسم، طالما ناون يبقى لازم يوز تو يجي قبلها فيرب تو بي. 72، 73، 74 في الملغي. 5، هي كود، الاختيار الثاني، ما هو رضا اسكت يبقى ده اندايركت يا غالي، طالما اندايركت يبقى بعد كلمه استفهام هاو الفاعل الاول هي زائد فعل ماضي كود. 6، ها تسلم، هاز بين مندد، الاختيار الثاني، انا بتكلم على بانكتشر يعني ايوه ثقب في الكاوتش، هاز بين مندد، صلح ليه؟ ده باسف. سامعك يا اللي بتسال، اشمعنى يعني ما خدتش ووز مندد؟ طبعا في سبب هنا واضح، انا بتكلم هنا على حدث ماضي اصلاح الكاوتش، وما زال له اثر ان الفرده بقت زي الفل دلوقتي، حدث ماضي ما زال له اثر، دايما الجا لهاف هاز مضارع تام على طول، يبقى هاز بين مندد. التعبير اللي في الاخر ده ذا تاير از نو لونجر فلات، يعني العجله ما عادتش نايمه خلاص. 7، لوير، الاختيار الاول، في لوير اوف داست، يعني طبق التراب. 8، هاف كات داون، الاختيار الثاني، ليه يا مستر مضارع تام ليه؟ سبب احنا لسه قايلين، حدث وقع في الماضي وله اثر، قطعنا الشجره في الماضي اثرها ان المكان ما عادش شادي، ما عادش فيه ظل، يبقى هاف. 9، انفلونشال، بتكلم على بوينت اوف فيو، يعني وجهه نظر، انفلونشال يعني مؤثره، طبعا كلمه انفلونشال بتصف اشياء او اشخاص اي حاجه. 80، ها ايوه هاف فينيشت، اشمعنى هاف يا مستر؟ نفس الفكره اللي قلناها من شويه، حدث ماضي ما زال له اثر، الاثر ان انا دلوقتي فري ولذلك اي ام واتشنج تي في. 1، ها لا يا ريس مش هاز بين، لا هاز بين دي لو جاست بس مش جاست ناو، جاست ناو يبقى ماضي بسيط، يبقى هنا هناخد ووز صح، ووز. 2، ها بارت، تسلم، الاختيار الثالث، تتيك بارت ان يشارك فيه. 3، ها ورث هوايل، مظبوط، لان بتكلم على التيتشنج التدريس، ده ورث هوايل يعني مفيد او جيد. 84، ها ديفرنس، الاختيار الثالث، وات از ذا ديفرنس، ما الفرق بين كذا وكذا. يلا يا سيدي. 5، ها تسلم، ايفر، nothing like this has ever happened. 6، ها ايفر برضو، ما انت عندك صفه تفضيل، ده موست انترستنج، يبقى برضو معاها ايفر. 87، قبل ما احل 87 نظبط بس الاختيار الاول، الاختيار الاخير هاز هاد مش هاز هافينج، هاز هاد، يلا وهناخده ليه يا مستر؟ نفس السبب اللي قلته من شويه على ثلاث جمل، لان الجمله تعبر عن حدث ماضي اللي هو هاز هاد اشاور، خد دش وليه اثر دلوقتي ان هو هيز هير از ويت، شعره مجنون، يبقى هاز هيد. 8، ميكس، في تعبير اسمه عندي اسمه وات ميكس، ما الذي يجعل، ده تعبير يعني قد يكون احيانا وات ميكس وات ميد بيساوي هواي، يبقى خد بالك بقى اختياري هنا هاخده بناء على وات مش بناء على جوب، لانك لو بصيت على جوب من الممكن تاخد ضز، لا لا التعبير بيقول وات ميكس، ما الذي يجعل، اجوب
ورث هوايه. ما الذي يجعل الوظيفه مفيده؟ تسعه نون تسلم نون ديد. ما هو لما سال قال ما فيش حد سقط، قال له نو نون ديد يعني نو وان فيلد، ما حد سقط. 90 ها تسلم ايزر، ده كلام مظبوط. طب ما تقول لي ايزر هنا تدي معنى ايه؟ ايوه تدي معنى ايضا، تستخدم في نهايه الجمله المنفيه بمعنى ايضا. وصلنا الى واحد موفنج تسلم يعني شيء مؤثر، وطبعا انا بتكلم هنا على الشيء المؤثر اللي يصيبك بالحزن يعني. اثنين نيذر، خد بالك بقى الجمله دي هتتكرر معانا كتير، انا بتكلم هنا على تو واتشز ساعتين، خد بالك هنا على بط دي بط نيذر اوف ذيم ولا واحده فيهم وركس بروبرلي. دايما لما بحب انفي المثنى دايما الجا لنيذر. نن لنفي ثلاثه فما اكتر، نيذر لنفي اثنين بس. وصلت الى ثلاثه ها درينكس تسلم يا وحش. احنا قلنا مع نيذر نور الفعل بيتبع الفاعل الثاني اللي هو رامي، يبقى درينكس. اربعه اهد، ما هو قال له احنا عاوزينك تبقى اور جايد، المرشد بتاعنا، يبقى هتمشي اهد قدامنا يعني. خمسه ها تسلم لايك الاختيار الاول، بوث بيجي بعدها اسم مثنى وفعل جمع، فعل الجمع في المضارع بدون اس، يبقى لايك بس. سته هارت في بريك هارت يعني يحزنه يعني، ما هي الجمله بتقول بعد كده وين هي ليفت، في المفروض ليفت هنا بعد هي، وين هي ليفت هير فور انذر وومن. سبعه كول الاختيار الثالث في ستي كول يعني بي كوايت خليك هادي. ثمانيه ايتش في ايتش وان هاز ذير اون روم، طبعا احنا قلنا ان ايتش بنستخدمها لما نكون بنتكلم على كل واحده على حده، اكيد بتكلم هنا على ايتش جيست، كل نزيل لي اوضه مختلفه عن الثانيه يبقى ايتش. تسعه فيلي اللي بتدي معنى ان فين يعني بلا جدوى يعني بلا نجاح بدون فايده يعني. 100 ايز، احنا عندنا تعبير از بين يعني يخفف من قلق. واحد ها لايتن، دايما مع ايز بين نقول التعبير لايتن ذا بيردن يعني يخفف من اعباء. اثنين اول، ما انا بتكلم على اول ذا بيبل اي ورك ويز، الناس اللي بشتغل معاهم ار فريندلي، انتوا عارفين اول زائد اسم جمع هنا اللي هو بيبل زائد فعل جمع اللي هو ار. ثلاثة الايف، انا بتكلم هنا على الفيش، الايف يعني صاحي ولذلك قلنا بعد كده ان هو فريش. أربعة نيذر، الجملة دي قلناها كتير قبل كده ها، ما هو بيقول اهو اي ووز اوفر عرض عليا تي اور كوفي بات اي هاد نيذر اوف ذيم، ما خدتش لا تي ولا كوفي. ليه؟ ما هو قال لك في الاخر اهو بيكوز اي دونت لايك هوت درينكس. خمسة افري في افري ستودنت اللي تدي معنى اول ستودنتس. ستة افري في افري سبجكت از ديفرنت، كل مادة مختلفة عن التانية يعني اول سبجكتس ار ديفرنت. سبعة يا غالي تشالنجينج، ما انا بتكلم على كلايمنج ماونتينز اكيد ده تشالنجينج شيء صعب. ثمانية لو في بريك ده لو يخالف القانون، ما هو قال لك في الاخر اهو ذا بوليس مايت فاين هيم، ممكن ان هو يغرمه يعني. تسعة نيذر، ها جملة قلناها 100 مرة اهو تو مين وونتد تو ماري هير بات شي اكسبتد ولكنها قابلت نيذر، ما قابلتش حد فيه، نفي مثنى يبقى نيذر. 10 بيرد، ايوه طبعا ما انا بتكلم على روبن. واحد مس في مس اوبورتينيتي يعني تفوت فرصه معينه. اثنين سو اهدى يا مستر سو ايه، ايوه انت بص بعد القوس اهو عندك ماتش اهو، احنا عندنا ثوابت افتكر كده معايا، سو ماتش سو ماني سو فيو سو ليتك كل ده سو. طيب الوت اوف تسلم يا وحش، دي بقى تاخد ساتش ساتش الوت اوف. يلا يا ريس. ثلاثه ميت في ميت ذا ديدلاين يعني يفي بعمل في الموعد المحدد، طب فكرني كده بعكس ميت ذا ديدلاين، ايوه مس ذا ديدلاين. اربعه ها ساتش ال اختيار الثاني لان جاي بعد كده صفه زائد اسم وجود بلاي، وما تنساش دي لان بلاي دي مفرد، طبعا انا مش هستخدم او ان لو الاسم اللي بعد كده جمع او لا يعد. خمسه ساتش الاختيار الثاني، انت عندك الوت اوف اهو اللي قلناها من شويه. سته فروم في صبر فروم يعني يفصل عن. سبعه اوف الاختيار الثالث في تيك اوف يعني ياخد وقت اجازه. 8 وايز اناف الاختيار الثالث، يا مستر ليه ما خدناش تو وايز؟ ما فيش حاجه يا ابني اسمها تو وايز، ما انت عارف ان تو دايما مع الصفات السلبيه تو ديفيكالت تو دينجرس تو اكسبنسيف، لكن اناف مع الصفات الايجابيه زي وايز اناف يعني حكيم بدرجه كافيه يبقى وايز اناف.
9 سترونج انف، نفس فكره اللي فاتت. انا عندي هنا صفه ايجابيه اللي هي سترونج، يبقى سترونج انف يعني قوي بدرجه كافيه. 20 سطش ايه، ما انت جاي لك بعد كده اهو صفه زائد اسم، تالنتد ميوزيشن يعني موسيقار محترف او موهوب، يبقى سطش ايه. 1 سو، ما انت عندك بعد كده ليتل اهو في سو ليتل. 2 ووز ات، الاختيار الثاني. خد بالك هنا من الحته دي يا ريس، خد بالك لو الجمله بدات بسو يبقى بعدها صفه او ظرف وبعدين مساعد اللي هو ووز وبعدين فاعل ات، بنسميه شكل سؤال. 3 ديد، هتلاقي قدام ويل اهو في دو ويل يعني حل كويس. 4 كلاينتس يعني عملاء، ما انا بتكلم دول هيكونوا مع اكاونتنت محاسب، اللي بيكونوا مع اكاونتمنت مع دكتور مع لوير، كل دول كلاينتس، لكن الكاستمرز دول بيكونوا في محلات. 5 تو ديفيكلت، ما احنا قلنا تو مع الصفات السلبيه، تو ديفيكلت تو انسر يعني صعب لدرجه ان انا ما اقدرش احل. 6 انف، وانت مغمض دي لانك هتلاقي قبل نقص الصفه اهو دارك انف، ما فيش ولا كلمه في دول يجي قبلها صفه الا انف. 7 ليميت، في ليميت ده نمبر يعني يحد من عدد. 8 سو، ما انت جاي لك بعدها صفه اهو سو نويزي. 9 سو، في سو رود، يا مستر اهدى شويه، مش المفروض دي تبقى تو؟ لان رود يعني قليل الادب، فدي صفه سيئه. ما هو تو يا حبيبي عشان اخد تو لازم يكون في بعد كده تو ومصدر. انت لو بصيت قدام هتلاقي زد، مفيش تو، فما ينفعش تو بعدين زد، ولذلك خدت سو. 30 سو، في سو نويزي، الجمله دي مكرره. 1 سو في سرود، الجمله دي مكرره. 32 ايمرجنسي يعني في حاله الطوارئ، ده كلام مظبوط. 3 وير نيمد، ليه يا غالي؟ ايوه، لان ده بس بتكلم على ستريتس، وير نيمد سميت على اسماء ناس معينه. 4 كنترول، فهاف كنترول اوفر يعني لديه سيطره على. 5 ثريتنز، بتكلم على الليجال هانتنج اللي هو الصيد الغير شرعي، اكيد ده بيهدد حياة الحيوانات. 6 والصد ليه؟ تسلم يا ريس، ده باسف طبعا. أنا بتكلم بقول I didn't understand what was said، الذي قيل. 7 ها؟ تسلم was brought، الاختيار الثاني، لأن ده باسف. تي was brought، الشيء أحضر، يبقى أنا محتاج بيه وباست بارتيسيبل. 38 بروموت يعني يؤيد أو يقوي، لازم نقوي التفاهم بين الثقافات المختلفة. 9 ها؟ ووز تسلم، لان انا بتكلم هنا على ميسنج تشايلد، ولد مفقود. ووز فاوند، وجد، ايه ده؟ ايوه ده باسف طبعا، يبقى انا محتاج فيرب تو بي، وطبعا تشايلد مفرد يبقى ووز مش ويل. 40 بلانيت، الاختيار الثالث، لان بتكلم على ساترن وده كوكب. 1 فيزيكس، الفيزياء، لان دي اللي بتدرس لوز اوف نيتشر اللي هو قوانين الطبيعه. امال تعريف البيولوجي ايه يا مستر؟ البيولوجي دي بتدرس تكوين الليفنج ثينجز، الكائنات الحيه. 2 ريتن، الاختيار الثاني يا مستر، ريتن ولا وير ريتن؟ لا ريتن بس يا ريس. بص هتلاقي عندك بعد نوفلز كوما، دي جمله صله، يبقى المفروض ان يا اما كانت ويتش وير ريتن، يا اما باست بارتيسيبل بس، ريتن بس. 3 اباوت، في وير اباوت تو على وشك. 4 كنترولز، في ذا كنترولز اوف ذا كمبيوتر جيم، اللي هي زراير التحكم بتاعة اللعبة. 5 has been sent، الاختيار الأولاني، it has been sent أرسلت، أيوه دي باسف طبعا، أيوه أنا سامعك بتقول ليه ما خدناش هو سنت، الاختيار التالي، ما هي باسف. السبب اللي قلناه من شوية لما قلنا ده حدث ماضي ما زال له أثر، يبقى لازم هاز، لازم هاز، has been sent. 6 بي سين، الاختيار التالت، ما أنا بتكلم هنا على دامون كود بي سين، يمكن أن يرى، إيه ده؟ ده باسف طبعا، طبعا ما ينفعش بينج سين. ايوه تسلم، لان ما فيش حاجه اسمها كود بينج، كود بيجي بعدها انفينيتي في مصر. 7 وير بينج فوتوغراف، الاختيار الاخير. ما هو انا بتكلم على ذا اكتورز الممثلين، وير بينج فوتوغراف كانوا بيصوروا. فده باسف، يبقى وير بينج فوتوغراف يا مستر، ما يمكن تكون كان بيصوروا اكتف يعني، اخد وير فوتوغرافينج. لا يا حبيبي. فوتوغراف ده ترانستيف فيرب، ده فعل متعد، علشان يجي اكتف لازم يجي بعده مفعول، زي انفايت كده، كنا قلنا جمل كتير على انفايت دي. طب لو ما جاش بعده مفعول يبقى لازم يبقى باسف، لازم يبقى باسف. اقول مثلا ماي فادر ووز انفايتد تو ذا بارتي،
وصلنا بحضرتك إلى 48. هات بين الاختيار الأخير. طب ليه هات؟ أكيد عشان بفور. طب ليه بين؟ عشان بسف. ما هو أنت عندك يا غالي هات بين أرستد، قبض عليه. 9 بروس، في بروس أند كونز، يعني إيجابيات وسلبيات. 50 have escaped، الاختيار الأولاني. ما هو أنت عندك الجملة بتقول ده سيف والصوت، يعتقد أن الحرامي مال to have escaped. طبعا دي جملة رأي عن بسف بدأ بالفعل اللي هو ذا سيف، المفروض جوه تو انفينيتيف. اشمعنى يا مستر هاف اسكيب؟ بص على اخر الجمله وانت تعرف، عندك اخر الجمله فيها لاست نايت. طالما عندك ماضي يبقى المفروض بعد تو باخد هاف في بي. 1 هازنت بين ريتن، الاختيار الاخير. ما انت عندك ايه؟ عندك ايه اهو، يبقى مضارع تام. يلا يا سيدي. 2 ثرو اوت، في ثرو اوت ده ورلد، يعني في كل انحاء العالم. انا كنت عاوز اسالك يا ثرو اوت دي بتيجي مع التايم ولا البيس، المكان ولا الزمان؟ طبعا بتيجي مع الاثنين. اقول ثرو اوت ذا وورلد يعني في كل انحاء العالم، اقول ثرو اوت ذا ليسن اثناء الحصه، كل ده صح. 3 بيرسونفيكيشن، احنا عارفين بيرسونفيكيشن يعني تجسيد، تجسيد للاليجنس يعني الذكاء، يعني تجسيد للذكاء يعني هو ذكي قوي يعني. وصلنا لحضرتك الى 4 كرييت، في كرييت ويلث يعني يكون ثروه. 5 ماي نيم از، الاختيار الثالث. ما هو انا بتكلم هنا بعد ونس تو نو على سؤال اندايركت، يبقى بعد وقت الفعل الاول ماي نيم وبعد كده الفعل از، مش المفروض تكون يا مستر ماي نيم از؟ لا، ما انت عندك ونس اهو مضارع، يبقى الفعل اللي جوه برضه مضارع. 6 وين، ما انا بقول ذا فارماسيست، الصيدلي طولد مي قال لي وين تو تيك ذا ميديسن، اخد الدواء اتيه. على فكره في اسئله الاندايركت وارد انك تلاقي كلمات استفهام زي وين، زي هو، زي وير، وجاي بعدها تو انفينيتيف، وين تو تيك، صح. 7 سيتس، الاختيار الاول، في ذا سان سيت يعني الشمس طب. 8 زير وير، الاختيار الاخير. ما انا بقول اهو ده سؤال اندايركت، يبقى بعد هاو ميني بيوبلز، الفاعل الاول زير زائد فعل ماضي وير. 9 ذا نايت بيفور، الاختيار الثاني. ما هو ده يا سيدي اندايركت، اشمعنى يا مستر ذا نايت بيفور؟ ارجع للفعل وانت تعرف. يا سيدي انت لو بصيت على الفعل هتلاقي عندك هاد ليفت، دايما لما يكون عندي هاد يبقى دايما بعد كده الكلمات الزمنيه هتكون مده زائد بيفور، يبقى زمان بيفور. 60 اسكت، يا مستر اشمعنى اسكت؟ ما ناخد مثلا وانت تو نو، بس خلاص سمعتك وانت بتقول اهو ما فيش حاجه اسمها وانت تو نو اس، وانت تو نو ما يجيش بعدها مفعول، لكن اسكت اس صح. 1 ذا بانك از، الاختيار الثالث. ما هو بعد كان يو تيل مي سؤال اندايركت، يبقى بعد وير الفاعل الاول ذا بانك وبعدين فعل مضارع از عشان كان. 2 دوينج، ما انت هتلاقي قدام اكتيفيتيز، في دو اكتيفيتيز يعني يعمل انشطه. 3 اف، ما هو ده سؤال اندايركت، يبقى شي اسكد مي اف اي وود ستادي ابرود. 4 ريني، ما هو قال لك في الاخر داونبور اهو، داونبور يعني هطول امطار، يبقى ريني. 5 ذا فولوينج يير، الاختيار الثاني. ما هو انت عندك يا حبيبي ده سؤال انفايت، اشمعنى ذا فولوينج يير يا مستر؟ اولا خليني اقول لك ان ذا فولوينج يير دي كان اصلها نيكست يير، يعني كانت مستقبل. نيكست دي في الانفايركت بتبقى ذا نيكست يير او ذا فولوينج يير او ذا يير افتر. المهم يعني ذا فولوينج يير دي مع المستقبل، والمستقبل ده يمشي مع الفعل اللي عندك وز ستادي، لان ممكن اعبر عن المستقبل بوز ستادي. 6 ريزن، الاختيار الاخير، في ذا سان رايز يعني الشمس تشرق. 7 ويندي، ما هو انت عندك قبلها جيل اهو رياح قويه. 8 سنوي اند ويندي، ما انت عندك قبلها بليزر ده اهو عاصفه ثلجيه. 9 بيكيم، في بيكيم فريندز ويز يعني هكون على صداقه مع، وطبعا ممكن اقول ميك فريندز ويز. 70 في الملغي. 1 هي هاد بي، الاختيار الاولاني، ما هو ده سؤال اندايركت، تبقى بعد وير الفاعل الاول هي زائد فعل ماضي هاد بي. 2 جيل، الاختيار الاولاني، رياح، ما هو قال لك اهو ذا تريز بلو داون، الرياح اتعصى، سوري الاشجار اتعصفت وقعت، يبقى اكيد بسبب جيل. 3 ذا تويلت سقار، الاختيار الاول، ما هو بعد كان يو تيل مي سؤال اندايركت، يبقى بعد وير الفعل الاول ذا تويلتس
وبعدين فعل مضارع ار عشان كان. اربعه شي ليفت الاختيار الثالث بعد دي نو سؤال اندايركت، يبقى بعد هو الفعل الاول شي وبعدين الفعل اللي عندنا ليفت. طبعا ما فيش هنا مضارع فاضطريت اخد الماضي اللي قدامي. خمسه صن الاختيار الثاني، صن تستخدم كفيرب بمعنى يتشمس يعني القطه كانت بتتشمس. سته ذات از الاختيار الاول، ما هو ده سؤال اندايركت يا سيدي، يبقى بعد هوز هاوس الفاعل الاول ذات وبعدين فعل مضارع از لان عندك وندر مضارع. سبعه ذن ده اندايركت، يبقى ذن طبعا ماشيه قوي مع ووز فاستنج الماضي المستمر ده. ثمانيه اي ووز لان ده سؤال اندايركت يبقى اي الاول بعدين ووز. تسعة كلير في كلير اب ذا ميستري يعني يفسر لوز. 80 دو اي هاف تو لان انت عندك في الاخر اوبليجاتوري يعني شيء اجباري يبقى دو اي هاف تو. واحد دونت هاف تو، ما هو قال لك في الاخر اهو امال والدو ات، امال هي اللي هتوصلني يبقى انت مالوش لازمه، مالوش لازمه يبقى دونت هاف تو. 2 ماسنت اكيد يو ماسنت انتربت ذا ليكتشر، ممنوع انك انت تقاطع دكتور الجامعه وهو بيشرح والا هتنطرد. دسمس دي يعني يطرد. ثلاثة ستاند في ستاند فور يعني يرمز إلى. أربعة هات تو، ما أنت عندك في الأول أهو إت ووز يبقى ماضي يبقى هات تو. خمسة ماست، ما هو قال لك بقى ممنوع التدخين هنا يبقى يو ماست اكستنجوش، ركز في معنى اكستنجوش دي، اكستنجوش يعني يطفي. ستة ندنت، خد بالك من النهاية إف يو آر بيزي، لما تلاقي حاجات زي كده if you are busy لو انت مشغول، if you aren't free لو انت مش فاضي، if you don't want لو انت مش عاوز، يبقى دايما هنا بناخد don't have to اخواتها زي ندنت كده. سبعه at في at the end of، at the end of زائد اسم طبعا. ثمانيه ندنت have vote الاختيار الثاني، ما كانش له لازمه انك تشتري لان عندك بدله زيها بالظبط. طبعا احنا قلنا نيد انتهاء في بي شيء حصل ولكن ما كانش فيه ضروره لحدوثه بس حصل اشتغل. تسعة سويسرلاند سويسرا بيتكلموا هناك فرنش وجيرمان وايطاليان. تسعة او 190 فور في كونسيرن فور يعني اهتمام بيه. واحد نيد انتهاء، نيد انتهاء ران ما كانش له لازمه نجري لان احنا لما وصلنا الميوزيوم لقيناه قافل، يبقى وصلنا يبقى جرينا حاجه حصلت بس ما كانش فيه ضروره لان كان مقفول يبقى نيد انتهى. اتنين دونت هاف تو ملوش لازمه لان الاتوبيس بيروح من هناك فملوش لازمه نمشي. تلاتة نيدنت نفس الفكره بس خد بالك في الجمله دي ليه نيدنت اشمعنى؟ قال له يو نيدنت بارك دير ملوش لازمه تركن هناك لان زير از ا بيتر بارك هير، في ركنه احلى هنا يبقى هنا في اختيار مفيش مانع في اختيار يبقى هنا نيدنت. خد بالك بقى الجملة دي مختلفة عن 96، روح كده ل 96 شوف في 96 يو ها هنا بقى ماسنت يو ماسنت بارك هير ممنوع تركن هنا اتس ميلتري اري دي منطقة ايه؟ عسكرية يبقى هنا ماسنت لكن هناك ندنت لأن هناك ما كانش فيه مانع. ارجع بقى يا سيدي ل 94 انديفيتد يعني لا يهزم. خمسة دازنت هاف تو ملوش لازمة بقى لأن أنا هاخده في عربيتي. وصلنا إلى سبعة كانت، ما هو انت عندك في الاول يو ارنت الاود مش مسموح لك دي دايما يجي معاها ماسن او كانت طبعا يستخدم هما الاثنين للمنع. رولد الاختيار الثاني ايجيبت وز رولد كانت بتحكم ده باسف انا محتاج بس بارتيسيبل يبقى رولد. نيدنت ما انت عندك في الاخر اهو اف يو ار بيزي اللي احنا قلنا دايما بناخد معاها نيدنت او دونت هاف تو. فين احنا خدنا التعبير ان فين يعني بلا جدل لكن فين لوحدها تستخدم كصفه بمعنى متكبر فهنا بمعنى متكبر. اتمنى ان يكون الجزء ده فاتكم. يلا بينا بقى انا عاوز اروح لجزء مهم جدا 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 اللي هو الديالوج المحادثه. يعني الناس اللي معاها المذكرات هتلاقي في الديالوج الاولاني على النيو اديوكيشنال سيستم اللي هو النظام التعليمي الجديد. الدايلوج الثاني هو اللي قدامنا ده بقى اللي هو على مقابله ما بين تيتشر وهيد ماستر بيتناقشوا في موضوع فصل بيعمل ترابلز بيعمل مشاكل للمدرس. تعالوا كده نبدا يلا في رقم واحد كده ها ايوه
رقم واحد كان اي هيلب يو، اي خدمه يا بيه، لانه بيرد عليه يقول له يس بليز. طيب يا رقم اثنين يلا ها، تسلم يا وحش سامعك اهو. ذا ستودنتس بيهيف بادلي، بيتصرف بشكل سيء. ثلاثه ار يو ستريكت، خد بالك لما يكون عندي في الاجابه اي ام تحول في السؤال الى ار يو. ار يو ستريكت. اربعه يا غالي وات دو يو مين، قصدك ايه؟ ما هو بيقول له في الاجابه اي مين. خمسه يا غالي اتس ا جود ايديا، دي فكره كويس اي لترايزس. سته يا غالي يو شود ترايزس فيرست، ابدا بس بالكلام ده الاول ونشوفه بقى، نشوف موضوع البانشمنت ده بعدين. يلا بينا على الدايلوج الثاني. واحد واتس ذا ماتر ويز يو، اساله بقى عن حاله اخباره ايه. اثنين نو اي دونت، واضح ان صاحبنا علي ده لا بياخد راحه ولا بيلعب تدريبات. ثلاثة وات دو يو مين، هيقول له قصدك ايه يعني ان ده سبب تعب يعني قصدك ايه، ولذلك بيفسر له وات دو يو مين. اربعه يو شود هاف كواليتي تايم فور اكسرسايز اند يور فاميلي، لازم تكون عندك وقت مخصصه للعيله و للرياضه. خمسه يو شود تيك سم تايم اوف ورك، لازم تاجل شويه من الشغل. سته وات اباوت هافينج تريب وذ يور فاميلي، يلا بينا على الدرج التالت. واحد يس ات ووز، اه الامتحانات كانت صعبه بط، وبعدين عندك اهو اي وركت فيري هارد. اثنين وات ويل يو دو، هتعمل ايه. ثلاثة يو شود لوك فور، ابحث عن اجفرمنتال جوب، وظيفة حكومية. أربعة وات ار يو جوينج تو دو زين، هتعمل ايه دلوقتي. خمسة هاو كان يو جيت ذا ماني، هتجيب الفلوس منين؟ لأنه قال له تحت في الإجابة هاخد لون، يعني ايه لون؟ قرض، تمام ده كلام مظبوط. ستة وليكن مثلا فروم ا تي في بروجرام، من برنامج تلفزيوني. وصلنا الى اربعة. واحد هاو كان اي هيلب يو، اقدر اخدمك ازاي. اثنين وات از اتس بروبلم، مشكلة العجلة دي ايه. ثلاثة وات از اتس موديل، ايه الموديل بتاعها. اربعة اتس اكسبنسيف، لا يا عم الموضوع كده غالي، عندك في الاخر كلمة وارنتي، وارنتي دي اللي هو الضمان بتاعها. خمسة وليكن مثلا a year and a half ago، من سنة ونص يعني. ستة وليكن مثلا next Monday، الدايلوج الخامس. واحد it's my first time to travel on a plane، اول مرة اسافر في طيارة. اثنين where are you going، خد بالك من ايام اللي بتحول في السؤال الى are you. ثلاثة هاو لونج ويل ات تيك، خد بالك من هاو لونج اللي بتسال عن المده. اربعه ات ويل بي سيف، الامور هتكون بامان ان شاء الله. خمسه هواي ار يو جوينج تو استراليا. سته هاف ا هابي فلايت او هاف ا نايس فلايت، اتمنى لك رحله سعيده. سته واحد كان يو انتروديوس يور سيلف، ممكن تقدم لنا نفسك، بيقدم نفسه وتحته. اثنين because your company is an established one، الشركه بتاعتكم ذات سمعه جيده. ثلاثه why do you think you are suitable for this job، ليه انت حاسس ان انت مناسب للشغلانه دي. اربعه do you have any experience، عندك اي خبره في المجال ده. خمسه do you، طبعا ده سؤال مزيف do you. سته I can work anywhere and anytime، اشتغل في اي مكان وفي اي وقت. سبعة الدرج السابع واحد What is the matter، مالك يا حاج. اثنين Global warming، دي جبتها من المقدمة، الموضوع الاحتباس الحراري. ثلاثة Can you help me، ممكن تساعدني. اربعة You should have a lot of information about the subject، لازم تكون عندك معلومات كتيرة عن الموضوع. خمسة What is the next tip، ايه النصيحة اللي بعدها. ستة
You should divide your presentation. لازم تكون مقسم البرنامج بتاعك. يلا الثامن. واحد. I want to open an account. عاوز افتح حساب. اثنين. What kind of account do you want? ايه نوع الحساب اللي انت عاوزه؟ Saving account دي يعني حساب ادخار. ثلاثة. Yes I do. أربعة. Would you like to transfer some money to the new account؟ عاوز تنقل أي فلوس للحساب الجديد؟ خمسة. How much money would you like to transfer؟ عاوز أحول لك قد إيه؟ ستة. In a week يعني بعد أسبوع، بعد أسبوع. أنا أتمنى إن يكون إن شاء الله الفيديو مفيد، إن شاء الله رب العالمين عندنا الفيديو الأخير بكرة هنستعرض فيه بقية الأسئلة وخاصة الترانسليشن الترجمة والنوفل قصة. أتمنى يكون الفيديو أفادكم، أتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم.